للحديث عن دخول ثورة تشرين شهرها التاسع واستمرار الانتهاكات ضد المتظاهرين في العراق في وقت انتقد الناشطون تصريحات قادة الميليشيات والأحزاب الرافضة للعنف ضد المتظاهرين في الولايات المتحدة في حين يسود صمتهم عن الجرائم ضد متظاهري العراق، ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور حامد، سلام الله عليكم. 9 أشهر على ثورة تشرين في العراق، ولكن هنا كيف أثرت هذه الثورة في المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد باتجاه التغيير الذي كان ينشده العراقيون؟ تفضل دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكريم. شكرا جزيلا على الاستضافة. في البداية الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار. نعم. وأخلص التعازي لعوائلهم وشفاء العاجل للمصابين والجرحى والسلامة. نعم. العودة سالمين للمختطفين والمغيبين. الحقيقة ثورة تشرين أثبتت أنها ثورة تحرر وطني عراقية حقيقية، ليست فيها شيء إلا بهدف استرداد الوطن من مقتصديه، من عملاء ولاية الفقيه وميليشيات الولي الفقيه المجرمة التي لم تتوانى في قتل المتظاهرين كطرف ثالث. نعم. والمقارنة مثل ما تفضل تقديركم، الحقيقة لا توجد مقارنة، لا يوجد وجه مقارنة بين ما يحدث في أمريكا. نعم. رغم أنه إحنا أيضا ضد كل أشكال القمع التي يتعرض إليها أي شعب وأي جنس لأي سبب كان، سواء كان مطالب اقتصادية طبقية أو مطالب الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان، لكن قضية شعبنا قضية ثانية مختلفة تماما. ولذلك يعني لجأت هذه الميليشيات المجرمة إلى التغطية جهد الإمكان عن الجرائم التي ارتكبتها طيلة فترة 8 أشهر الماضية، وهذه التغطية الحقيقة سوف تبوء بالفشل لأنه لا توجد مقارنة بالأساس، والشعب العراقي مصر ومصمم بكل عزيمة على استرداد الوطن، على عودة هذا البلد العزيز إلى أصحابه، وأيضا نيل الحقوق، حقوق المواطنة، ليست حقوق يعني مثل ما نقول اقتصادية وفرص عمل وغيرها. لا، الوطن يجب أن يعاد إلى أهله، إلى العراقيين جميعا، ومن ثم نبدأ بإعادة الحقوق بتفاصيلها اليومية. طيب. الحقيقة هذه هي الإشكالية الوحيدة اللي تمر بها هذه الطبقة السياسية الفاسدة ومن وراءها الميليشيات المجرمة التي أوغلت في دم العراقيين. دكتور، في سياق ذلك يعني كيف تبرر يعني ما مبرر كل هذا العنف الذي تعاملت به الطبقة السياسية وأيضا الميليشيات ضد متظاهري تشرين؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ إسكات كل صوت حر، إخضاع العراق إلى هيمنة الولي الفقيه أو مثل ما احنا سميناها يعني محاولة ابتلاع العراق. نعم. لدولة أخرى الحقيقة، وهذا هو من المستحيلات التي لا يمكن أن تحدث طالما الشعب العراقي شعب حي نشط يبحث عن حريته. لذلك صعب جدا أنه الشعب العراقي يتنازل عن هذا الحق، حق استرداد الوطن. نعم. طبعا هم بالنسبة لهم أيضا ارتهن يعني وجودهم الحقيقة بالدفاع عن آخر معاقلهم، يعني أيضا سوف تبوء بالفشل لأنه يعني النهاية هي من حق الشعوب، حق تقرير مصيرها، وهو هذا اللي سوف يحدث يعني عاجلا أم آجلا الحقيقة. دكتور، الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد الآن يعني دائما تزعم بأنها تدعم حرية الرأي وحرية التعبير، إذن لماذا غابت التحقيقات حول جرائم قتل المتظاهرين أو محاسبة مرتكبي تلك الجرائم؟ لأنه التهم واضحة، وأعتقد الملفات الآن جاهزة لدى كل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. يعني محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تمتلك الكثير من المعطيات حول عمليات القمع والقتل، منظمة يعني الأمم المتحدة ومبعوثتهم إلى بغداد أيضا أشارت في العديد من المناسبات أن هناك فعلا قمع، والأمنستي انترناشونال
هيومن رايتس ووتش ايضا المنظمات الدوليه يعني اكدت خلال فتره الثمانيه اشهر الماضيه ان هناك اراقه دم وهناك قتل متعمد وهناك سفك مستمر لدماء العراقيين بدون وجه حق طبعا. وبالتاكيد الحكومه السابقه المقاله تتحمل مسؤوليه كبيره لانه هي من يجب ان يحمي حياه العراقيين، ويعني اتاحت الفرصه للميليشيات ان تعبث ب حياة ودم العراقيين خلال هذه الفترة الماضية. وأنا أعتقد يعني أشار أكثر من سياسي عراقي إلى أنه كانت هناك أوامر تصدر حتى من مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابق، في إشارة واضحة إلى أن هناك فعلا يعني زعماء الميليشيات هم كانوا مسؤولين عن القمع المباشر للاحتجاجات لانتفاضة تشرين الخالد. طيب دكتور، على ذكر قادة الميليشيات، هل يعد منطقيا إدانة قادة الميليشيات وأيضا الأحزاب لعنف الشرطة في الولايات المتحدة في وقت لم يتحركوا لإيقاف العنف ضد المتظاهرين في ثورة تشرين، أو حتى إدانة على أقل تقدير؟ ألا يعني يعتبر هذا انفصاما عن الواقع؟ لا، هو شوف الإدانة بالنسبة للأمريكان، الإدانة هي القانون يدينهم. نعم. هناك قوانين وهناك كشف واضح، يعني الشرطي الذي قتل المتظاهر من أصول أفريقية جورج فلويد أعتقد اسمه، القتل كان متعمد واضح، وغطوا عليه أيضا شرطة ثلاثة من زملائه. الآن أربعة اليوم بدأت محاكمتهم واضح بشكل جلي وواضح، والقوانين الأمريكية تحمي حق الإنسان في الحياة وحقوقه وتتعامل مع احنا ما نريد ندافع عن أمريكا، الحقيقة أمريكا دولة مؤسسات وما ممكن أن تتجاوز هاي المحنة الآن دون محاكمة. أين محاكمة القتلة في بلدنا؟ هو هذا السؤال الكبير اللي يواجههم الآن. أين ملفات؟ من هو المسؤول عن قتل المتظاهرين حوالي 800 إلى 1000 شهيد عندنا احنا في خلال 8 اشهر، واكثر من 27 الف جريح مصاب من غير المختطفين من غير المغيبين، وهذه طبعا المغيبين على مدى سنوات، وين ايضا ملفاتهم؟ اين مصيرهم؟ هذا هو السؤال الكبير اللي يواجه الان الميليشيات والحكومه ومن يقف وراءهم. اذا المساله اصبحت في يعني في تغييب، ليست يعني واضحه بالنسبه لهم، لا يريدون كشف عنها لانه سوف يطاح برؤوس كبيره في العمليه السياسيه كمسؤولين مباشرين عن عمليات القتل على الهويه خلال 17 سنه، وايضا التهجير والتدمير المدن، وايضا في اخر هذا المطاف وصلنا الى 8 اشهر من القتل المتعمد لمئات المحتجين المتظاهرين من مناطق الوسط والجنوب. اذا لن تنجو اي بقعه من العراق بدون ان تمر خلال هذه ال 17 عاما من قتل، سواء كان متعمد او على الهويه او لاسباب طائفيه. هذا هو الوضع الحالي، يجب ان تحاكم. نعم. دكتور، هل نستطيع القول ان مواقف الاحزاب من تظاهرات ثوره تشرين وحتى الميليشيات تدار على اساس اجندات دول وصراعات؟ لا، هو هذا الصحيح، هذا هو اللي يجب ان يكشف. الان 17 عاما، منو اللي تحكم بالبلد؟ هل هي الميليشيات فقط؟ هل هي الحكومات اللي جاءت من مجلس الحكومة إلى حد الآن؟ لا، بالتأكيد هناك أجندات إقليمية ودولية أدارت هذه العمليات، عمليات النهب، عمليات القتل والسلب، عمليات التغيير الديموغرافي اللي موجود الآن، تدمير المدن، يعني العبث بكل وضع العراق الجيوسياسي لم يقتصر على فئة دون أخرى. الآن كل الطبقة السياسية اللي جاءت بها أمريكا وإيران منذ العام 2003 لحد هذه اللحظة يجب أن تحاكم، هي المسؤولة، هي المتهم الأول والأخير. أما الدول فلا، لابد أنه الحساب يقع على عاتق مجلس الأمن والأمم المتحدة مستقبلا. يجب أنه فعلا العراق ينأو ككيان كشعب عما حدث من مسؤوليات إبادة جماعية وصلت حد درجة الإبادة الجماعية، يجب أن تتحملها هذه الدول زائد الطبقة السياسية التي أوتي بها في 2003. عبر سكايب الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم.